مرة كنت قاعد قرفان لحالي لوهلة اجت فكرة على بالي احكي مع واحد من اعز اصحابي ننزل هاشم هاشم البلد. طجيت تليفون نص الليل عصاحبي مع اني كنت مفكر انه مش فاضي سألته اذا عندك شي حكالي بالعكس اصلا انا في هاشم البلد. هاشم هاشم البلد هاشم هاشم البلد هاشم هاشم البلد هاشم هاشم البلد. صدقوني يا اخوان بافضل احوالي او حتى لما ما يكون معي مصاري هاشم البلد بسد اللي جوعي بيصحني سطح بعز الليالي. خذ معاك ليرة ونص وانزل عهاشم بنزل لك بوفيه لصحون عالكراسي. ضليت اكل حمص فول طلعوا من راسي صار يطلع لي ديستورشن حتى باحلامي. ديستورشن زلمي قاعد عالكاش بعطيه ثانيتين بيطلع لحسابي. اهم شي صحن الحمص ريف تجالي غير صحن الفول وزيت القالي. هاشم هاشم البلد هاشم هاشم البلد هاشم البلد هاشم هاشم البلد هاشم هاشم البلد. ارفع ايدك وخد كمشة فلافل اكيد ما رح تنسى كاسة الشاي تشربها لازم. بتلاقي كرسي مكسور وعمود مايل يا سيدي خاطر بحياتك انت بهاشم. بعد ما تطلع مسطوح ومش صاحي بتلاقي سيارتك مخالف هذا اشي عادي. بتروح عدارك مش شايف الضو تطقع هنومي مبسور وراضي. هاشم البلد هاشم البلد هاشم هاشم البلد هاشم البلد هاشم هاشم البلد قرفان هاشم هاشم البلد.